مش علشان بحب البوتش ولا علشان بعشق حاجه اسمها موريسيو بوتشيتينو، فانا هطبل له واقول ان الراجل عارف يتعامل مع بايرن ميونخ اطلاقا. الراجل كان استاذ ورئيس قسم ودكتوراه وماجستير في التعامل مع بايرن ميونخ النهارده. 4-4-2. ليه 4-4-2؟ لانك عارف انك بتلعب فرقه ما حلتهاش غير اتنين منها فاض، والاثنين هفضل هم صانعين ناحيه اليمين وكينجز لكومان ناحيه الشمال، مع غياب جورتسكا في نص الملعب عطى مشكله كبيره جدا هجوميه بالنسبه لهانز فليك، لان هو بقى مجبر ان هو يلعب قلابه وجنبه كيميتش ويضحي بحته ان اللعيب عنده اللي هو مركز 8 في 4-2-3-1 مش هيعمل هجمات هجوميه كتير، وهنرمي الهجمات الهجوميه كلها على الفونسو ديفيز ناحيه الشمال وقدامه كومان، والناحيه الثانيه بافارد مش هيعمل هجمات هجوميه علشان امبابي بيحب يزيد من الناحيه دي، فكيميتش وبافارد مش هيعملوا هجمات هجوميه كتير علشان خاطر امبابي، فهنسيب الهجمات الهجوميه كلها للولو صاني. فده معناه ايه؟ ان 4-4-2 بالنسبه لك بوتشيتينو هتنزل تقفل الملعب وهتنزل تخلي الجيم بالنسبه للاعيبه بايرن ميونخ قمه الملل، لان هم مش هيلاقوا اي مساحات. وده اللي حصل عزيزي، حته ان انت تلعب بانخيل دي ماريا قدام عبده ديالو كانت مميزه جدا، مع وجود واحد زي ادريسا جايويه لاعب عنده قوه بدنيه ولاعب عنده استخلاصات ولاعب ما بيسيبكش تعدي منه الا فاول، فده كان جيد جدا ناحيه ثانية اللي هو مفترض ان واحد من مفاتيح لعب بايرن ميونخ النهارده. الناحيه الثانيه موجود كينجز لكومان كان بيعمل اجبات دفاعيه، باريدس وجوليان دراكسلر كان بيرجعوا مع دجبة، فبتلاقي ان متفقين احنا مع بعض لما بتلعب 4-4-2 وبتلعب قدام فرقه نوعا ما بتهاجم من على الاطراف بس، فكل لعيب بيهاجم من الفرقه اللي بتلعب 4-2-3-1 بيبقى قدامه 3 لعيبه، اللعيب اللي بيلعب في نص الملعب واللعيب اللي جاي من على الطرف يعمل واجبات دفاعيه والباك اللي بيقابله. فكنت بتلاقي دايما لعيبه بايرن ميونخ عندهم معضله ومشكله كبيره جدا في اول نص ساعه، وكنت بتلاقي كمان ان سيد بوتشيتينو قرر ان هو هنستغل بقى عمق الملعب، لان عمق الملعب احنا اقوى من بايرن ميونخ. هتقول لي لا ما في عمق الملعب في توماس مولر بيلعب صانع العاب، لا ما مولر بيحب يلعب مهاجم تاني اكتر من صانع العاب، ما بيحبش هو ان هو يحرك الفريق والكلام ده صانع العاب صريح، لا مولر بيحب ان هو يكون مهاجم تاني مع شوبو مواتنج او ليفاندوفسكي اغلب الوقت، بس النهارده ليفاندوفسكي مش موجود، هو معناه ايه؟ انك تشوبو مواتنج وهتلعب عرضيات، ولما توصل على الطرف صانع هيكون اقرب بالنسبه له ان هو يلعب عرضيات علشان ما يحاولش ان هو يخش منطقه الجزاء كتير، فالعرضيات على دفاع لعيبه باريس سان جيرمان فيها خطوره كبيره جدا. دي بقى الحاجه اللي بوتشيتينو ما عرفش يتعامل معاها. انا كان عندي لعيب واحد بس يلعب كور عليه اللي هو ماركينوس، دلوقتي اتصاب هحط مين؟ ما عنديش غير دانييلو بيريرا وعندي كيمبيمبي، مجبر ان انا العبهم وعندي مشكله كبيره جدا ناحيه الاطراف، لان احنا متفقين الفيديو اللي فات ان هو الاثنين اطراف بتوعه غايبين من بتاع الاصابات، بس النهارده طلع تقول كده ان فلورينزي رجع بس هو ما حبش يحطه اساسي لان كان هيبان فرق السرعات الكبير جدا، فالراجل حط دجبة، ولما حط دجبة وعبده ديالو نوعا ما الوجبات بالنسبه لهم واضحه، ما حدش يتقدم، سيبوا الوجبات الهجوميه لنيمار ومبابي. الفيديو اللي فات قلت لك ان باريس سان جيرمان كان بيدافع بسبعه، النهارده ابسولوت لسريكي النهارده كان بيدافع حرفيا الشوط الاول بثمان لعيبه، اللي ما شفناش لجوليان براكستر بيعمل وجبات هجوميه ولا انخيل ديماريا بيعمل وجبات هجوميه، الكره كلها بتروح لمبابي وبتروح لنيمار وهم الاثنين بيدوروا الكره مع بعض، ده يتحرك من غير كرة فالتاني يسلم له وده يستلم ويحاول يعدي من واحد او اتنين بمهارات فردية غير طبيعية للاتنين، كنت بتلاقي ان الموضوع بالنسبة لهم مريح جدا، كل كرة على لعيبة بايرن ميونخ كانوا بيعدوا واحد على واحد بسهولة جدا، لوكاس هرنانديز نيمار كان بيعدي منه واخد غسيل وماكوا، دافيز بالنسبة له نفس الوضع، الناحية التانية امبابي كان واخد بافارد وكان واخد بواتنج غسيل وماكوا، ولاعيبة باريس سان جيرمان عمالة تضيع، لعيبة باريس عمالة تضيع، باريس ماسك الجيم، باريس اقرب ان هو يسجل الهدف الاول اللي بايرن ميونخ هيبقى محتاج 3 اهداف، وفجاه مره واحده تلاقي اول كره راحت على دفاع باريس جت هدف عن طريق شوبو مواتنج. الله، السيناريو ده واضح كده ان في مشكله، لان باريس عمل مباراه دفاعيه الماتش اللي فات وراح بطيارات كور سجلهم، النهارده باريس نوعا ما كان ماسك الملعب وبعد كده لبس هدف عكس موجودات الجيم، وكمان ايه بعد الهدف اللي جابه شوبو مواتنج لان في تصويبه شاطها قلابه وبيطلعها كيلور نافاس، كانت اقرب ان هي تتسجل اكتر ما كيلور نافاس يطلعها، بس نافاس بالتالق الغير طبيعي بتاعه بيطلعها وبيحرم بايرن ميونخ من التسجيل علشان الشوط الاول يخلص 1-0 في ظل ظهور لعيبه باريس سان جيرمان اللي حست ان الجيم خطر عليها، احنا عمالين نهاجم وعمالين. الشوط الثاني سيد هانز فليك كان عنده مشكله كبيره جدا، ما عندوش دكه وانا ما عنديش دكه وما عنديش النهارده ليفاندوفسكي جوه الملعب، ما عنديش جنابي، انا عندي مشكله كبيره جدا، الاطراف بتوعي مقفول عليهم ومفترض ان انا احاول اغير واحد فيهم، والمشكله ان انا ما عنديش دكه، فانا مجبر ان انا اكمل بيهم والعب في نص الملعب او العب في ناحيه الشمال، الفونسو ديفيز يطلع ونزل مكانه قلابه واحط موسليرا في نص الملعب، وده اللي فعلا الراجل قرر يعمله وكان مجبر ان هو يعمله علشان ما فيش حلول غير كده، علشان لما نشوف ان هو الراجل عمل كده برضه باريس سان جيرمان قافل على الاطراف، برغم ان احنا لقينا عبده ديالو اتصاب ولقينا ان الراجل بيقرر ان هو
معلش احنا محتاجين يا جماعه ان احنا نعمل تغيير، ننزل كرير، كرير هينزل يعمل نفس الادوار اللي كان بيعملها عبده ديالو. مفيش حاجه اسمها تطلع تهاجم، انت سلم من نيمار ومبابي وهم هيتعاملوا، مفيش حاجه اسمها بات يطلع يهاجم، خليكم واقفين مكانكم ثابتين علشان خاطر ثاني هيزحلقكم والناحيه الثانيه كمان هيزحلقكم. سبحان الله يا اخي، يعني اول كورتين كرير كان بيزحلق لوحده قدام ثاني، اللي هو ايه ده يا عم الحاج، ده لو في طرف كان في بايرن النهارده عارف يجيب جوان كانوا جابوا، بس كالعاده احنا قلنا لك الفيديو اللي فات مفيش ليفاندوفسكي بصوله، هم مجبرين ان هم يفنشوا بنفسهم، ودي مشكله برده بالنسبه لعيبه بايرن ميونخ. لحد ما لقينا ان بوتشينو قال لك بس احنا واضح كده ان احنا مش هنسجل النهارده، حتى دي بدات تبان على وش لعيبه باريس سان جيرمان وعلى وش نيمار ومبابي تحديدا، الخوف والقلق ان واضح ان السيناريو هيقلب علينا، عمالين نضيع كتير، الكره تيجي في العارضه، مانويل نوير بيطلع يطلع حاجات مرتده، بنلاقي كمان ان انخيل دي ماريا يستلم في ال 18 وبيلعب لنيمار علشان خاطر عايزين يجيبوا الكره من الست ياردة، وتلاقي ان لعيبه باريس قالت لك هوب احنا نرجع ندافع علشان خاطر كده واضح ان المباراه هتقلب علينا، وفعلا باريس سان جيرمان رجع يدافع، وبدانا نشوف تغييرات من اندر ناحيه اندر هيريرا. تغيير مويسكين ده ما يتحسبش، لان مويسكين ده نازل اساسا ما كانش عارف هو بيعمل ايه اساسا، مفترض ان هو كان نازل يعمل واجبات اللي كان بيعملها دراكسلر، اللي هو ترجع تدافع تحت يا حبيبي، ترجع تدافع مع كيرير، بس الاثنين ما عرفوش يدافعوا مع بعض، لا كيرير ولا مويسكين، فلقينا ان في خطوره كبيره جدا من ناحيه ثانية، وبدانا نشوف ان بايرن ممكن يسجل الثاني، وبدانا نشوف ان باريس قرر ان احنا هنرجع بقى ندافع وخلاص، لقينا مبابي حرفيا 20 دقيقه من لمس الكره الشوط الثاني، لقينا ان واضح ان خلاص باريس قرر ان احنا هنطلع بالجيم 1-0، هنطلع بالجيم 1-0 غير كده هنلبس الثاني وهنروح، وده فعلا لعيبه باريس قدرت تعمله برضو عن طريق تغييرات، حته ان احنا ننزل نقفل باندر هيريرا خالص مكان انخيل دي ماريا وخلاص، حتى اللعيب اللي كان بيطلع يساند نيمار ومبابي هجوميا خلاص هنقفل وخلاص يا جماعه نقفل على كده علشان خاطر هنلبس الهدف الثاني. هتقول لي ما كلامش انت على بايرن ميونخ، هقول لك ما بايرن ميونخ زي ما قلت لك هو مجبر يعمل حاجات جوه الملعب علشان خاطر ما عندوش غير كده، حتى حته ان هو غير تشوب موتج ونزل مارتينيز علشان خاطر مارتينيز مميز بالكرة العاليه، ونفضل بقى نلعب عرضيات يا جماعه، مش عايز حد يعمل اي حاجه غير عرضيات، بس في ليفاندوفسكي مفيش ليفاندوفسكي. طب توماس مولر فين؟ توماس مولر النهارده كان عامل اداء سيء. طب هل بايرن ميونخ يستحق ان هو يصعد النهارده؟ ما اعتقدش. هل يستحق يصعد في المباراه الاولى؟ في كلام كتير، بس النهارده مباراه قادها بوتشينو وقادها لعيبه باريس واستحقوا ان هم يصعدوا عن جداره واستحقاق. هذا رايي صديقي، عليك ان تختلف معي براحتك، وفي الحالتين انا مشجع للسيتي، يعني انا بالنسبه لي باريس اسهل بكتير من بايرن، بايرن بيب جوارديولا هينزل ويعمل لي فيها جيم مفتوح واحنا بلا 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 وهنلبس وهنخسر، بس المشكله كمان ان باريس بالنسبه لنا برضه هتكون حاجه صعبه، لان مبابي ونيمار والمرتدات هينفخونا، والمشكله الاكبر ان احنا مش هنعدي بكره من هولندا اساسا، فالواحد قاعد تعب نفسه على 90 دقيقه تشجيع لباريس على الفاضي يا عزيزي، بس عشان ما يضيعش على الفاضي فممكن تعمل لايك للفيديو، ولو ما عجبكش اعمل سبسكرايب، وفي الحالتين انزل اعمل ديسلايك او اشتم او قول اللي انت عايزه او اعمل لايك عادي يا صديقي، كل حاجه بايدك. هارد لك لجمهور بايرن ميونخ، بالتوفيق لجمهور باريس اللي هم اساسا مش موجودين، بس بالتوفيق برضه.